بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. جد سعيدة بلقياكم، كنحيي كل المتابعين والمشتركين على القناة، ولمحبي الفطائر الحلوة فاليوم كنقترح عليكم فطائر حلوة بحشوة جدا اقتصادية، كتجي مع الكا ولذيذة بزاف، وبعجين مورق وكله قرمشة. ابقوا مع الفيديو للأخير باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير، ولا عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة، تفعيل جرس التنبيهات باش يوصلكم جديد فيديوهاتي. خليوا لي تعليقكم الجميلة اللي كتحفزني باش انني دائما نعطيكم الاحسن. وبالنسبة للعجين فغادي نحتاجو 500 غرام من الدقيق الابيض، ما يعادل جوج زلافات غير مملوئين، قبصة من الملح، 3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي باش نعطيو هشاشة للعجين، كذلك غادي نضيفو ملعقة كبيرة من سكر حبيبات، السكر كيبقى على حسب الذوق. غنضيف كذلك صاشية ديال الفاني من فئة 7.5 غرام، غنضيف كذلك بياض بيضة، وغادي نحتفظ بالصفار للدهن. وبنفس الآنية اللي وزننا بها الدقيق فحنا غادي نوزنو بها كذلك الماء، كنبقى كنضيف الماء تدريجيا حتى كنتحصل على عجين متماسك صلب نوعا ما، ما غاديش نبدل فيه واحد المجهود في الدك، فقط غادي نجمعو غير في الآنية. فبالنسبة للماء انا احتاجيت زلافة وربع من الماء. من بعد غادي ندهن العجين بالزيت، وغادي نحتفظ به في بلاستيك محكم الاغلاق، غادي نخليه يرتاح قد ما ارتاح قد ما كيعطينا الضوء. المرحله المواليه غادي نحضروا قشور البرتقال اللي غادي نعسلوهم. انا كناخذ القشور كنزول لهم طبقه البيضاء باش من بعد ما كتعطينيش مرورة، فانا حاولت هنايا فحاولت ندير لكم جوج فيديوهات ضمن فيديو واحد. فحضرنا فطائر حلوة، كذلك نوريكم طريقة باش كنعسلو بها قشور البرتقال. فمن بعد ما كنزول طبقة البيضاء كنقطع القشور على شكل شرائح طويلة، وهنا ينتم كتحكموا في الشكل ديال القشور، فإلا بغيتوهم شرائط أطول من هكا فكيبقى لكم الاختيار. من بعد كنوضع القشور في كاسرول، وغادي نوضع لهم الماء، وغنوضعهم مباشرة فوق النار. فأول مرحلة كنوضع الكاسرول فوق النار حتى كيغلي ليا الماء مزيان، وكنعاود كنحيد هذاك الماء، كنصفي القشور كنحيد هذاك الماء وكنضيف ماء جديد، كنخليهم ثاني كيغليو لي المرة الثانية. من بعد كنزول الماء وكنضيف الماء من جديد وكنوضعهم ثاني كيغليو للمرة الثالثة، هكذا كنتفادى المرورة ديال اللي كيكونوا في قشور البرتقال، يعني كنغليوهم على 3 مرات وفي كل مرة كنبدلو الماء. من بعد هنا ما غلاو ليا للمرة الثالثة فأنا صفيتهم تماما من الماء، غادي نضيف ليهم كأس من سكر حبيبات وكأس من عصير البرتقال، وغادي نرجعهم فوق النار حتى كيتعسلوا ليا تماما وكيتبخر ليا، يعني داك عصير البرتقال اللي وضعناه فيه كيتبخر ما كيبقاش، على نار متوسطة.
وكنخليه حتى كيتعسل جيدا، حتى كيولي على هاد الشكل. من بعد فانا كنحتفظ بيه في انية محكمة في الاغلاق، طبيعة الحال من بعد ما كيبرد تماما كنحتفظ بيه في قنينات وكنخليه في الثلاجة بحال هكا. كنزينو بيه الطورطات وكنزينو بيه حلويات بريستيج ديال صابلي. من بعد ما ارتاح ليا العجين تماما فهو كيعطيني الطوع وكيسهل ليا انني نخدم بيه، فكل ما عطيناه الوقت كل ما سهلت علينا الخدمة. من بعد كنقسمو على 3 كرات متساوية، كندهنهم بالزيت، كنحتفظ بهم جانبا فقط، كنخليهم كيرتاحوا غير المدة ديال 5 دقائق باش كيسهل ليا انني نمددهم. فهنا المبدأ ديال اننا قسمنا كرات على 3 باش كنتحصل على توريق اكثر، وكل ما بغيتو توريق اكثر كتزيدوا في عدد الكرات. ممكن يعني ممكن تقسمهم على 4 او على اكثر. مباشرة كندهن سطح العمل بالزيت وكنمدد العجين جيدا حتى كنتحصل على سمك رقيق بزاف. كل ما كان رقيق كل ما كيجي مورق وكيجي مقرمش. كنبقى نمدد فيه حتى كيظهر لي سطح العمل من خلال العجين. من بعد كندهن بالقليل من الزبدة اللي ذوبتها، وبكل طية كندهن بالزبدة صافي، وكنربعو عادي بحال المسمن العادي وكنحتفظ بها جانبا. من بعد كنمدد الكرة الثانية وبنفس الطريقة، كنتحصل على سمك رقيق دائما من الوسط وحنا غاديين الجوانب. غادي ندهنها بالقليل من الزبدة المذابة. انا هنا استعملت المارغرين، كتبقى فعالة في التوريق. من بعد فانا غادي نوضع المربع اللي سبقت ليا و قديتو وضعته جانبا، وغادي ندهنو بالزبدة كذلك، وغادي نلف عليه العجين على شكل مسمنة مربعة، وكل طية كندهن بالزبدة. من بعد غنحتفظ بها جانبا، وغادي ناخذ الكرة الأخيرة وبالمثل غادي نمددوها جيدا. ودائما الزبدة، دهنتها بالزبدة، وغادي نوضع عليها المربع اللي حضرناه. وكنلف عليها العجين صافي، وكنحضر مربع اخر بحال كتربعو في المسمنة عادية. ودائما كندهن بالزبدة جيدا صافي، وكنحتفظ بها جانبا فقط واحد 5 ديال الدقائق حتى كتطلق ليا، ومن بعد كنعاود نشكلها. من بعد كنرش سطح العمل بالدقيق، فالعجين ما شاء الله كله فقاعات كيف ما كتلاحظوا، دليل على انه يعني مدلوك جيدا رغم اننا حنا ما مدلكناش نهائيا، فقط خلينا كيرتاح. غادي نحاول انني نمدد العجين ونعطيه سمك متوسط، ما يكونش رقيق بزاف وما يكونش سميك باش من بعد ما يخرجوش ليا الفطائر معجنين. هنا الدقيق كيساعدني انني نسرح العجين حسن من الزيت، فالزيت الا بقيت كنمدد به في كل ما كنمدد المسمنه كترجع للحجم ديالها، كيستغرق ليا الوقت، فالدقيق كيبقى احسن.
نحاول أنني نسويها من جميع الجهات باش يكون سمك متساوي. من بعد غادي ناخذ قطعة ديال البيتزا أو سكين أو أي أداة متوفرة، وغادي نقطع الجوانب باش كنتحصل على مربع متساوي، وفي نفس الوقت باش يبان ليا التوريق من الجوانب. من بعد كنقطعو من المنتصف ثم من الجوانب باش كنتحصل على 16 مربع. ممكن بطبيعة الحال تقطعوا اقل من 16 مربع، ممكن كذلك تقطعوا اكثر، ولكن هذا القياس جا صراحه جا مناسب. فكحشوه انا ضفت هنايا التفاح اللي قطعته قطع صغيره ودرت ليه قطرات من الليمون الحامض باش كيحافظ لي على اللون ديالو ما كيكحلش. انا كنوضع قليل من وسط العجين وكنضيف ليه قليل من السكر حبيبات كيف ما كتلاحظوا، كيعطيني واحد التعليكه زوينه بزاف. ثم غادي نضيف قشور البرتقال اللي عسلناهم. هاد الحشوه كتبقى زوينه بزاف خصوصا الناس اللي كتعجبهم الحلاوه. هاد الفطائر كيجيو زوينين ولذاذ ومقرمشين. صافي، من بعد كان كل طرف كنحاول انني نلصقو مع الطرف المقابل ليه حتى كنتحصل على مربع. صافي، كنكمل بنفس الكيفية حتى كنكمل جميع المربعات. بطبيعة الحال حشو كيبقى اختياري، انا عطيتكم اليوم حشو جد اقتصادي وفي نفس الوقت يجي لذيذ بزاف. مباشره غادي ندهن الفطائر بصفار البيض اللي ضفت ليه ملعقه صغيره من الخل. هاد الاثناء كيكون الفرن ساخن جدا، فالسر ديال القرمشه ديال هاد الفطائر او هاد النوع ديال العجين ضروري ان الفرن كنشعلو عليه مسبقا بواحد 10 او 15 دقيقه وكنخليو نار مرتفعه حتى كيسخن لينا الفرن تماما. من بعد ملي كندخل الفطائر كنخلي النار مرتفعه مده كتراوح ما بين 8 حتى 10 ديال الدقائق. فهاد الخطوه جد مهمه، فهي اللي كتخلي ان الفطائر كيتورقوا والعجين كي اولا دوك الطبقات ديال العجين كيتحلوا مزيان في الفرن باش كنتحصلوا على التوريق اللي كيكون واضح فيهم وعلى القرمشة اللي كيف سمعتوها في أول الفيديو. صافي، من بعد كننقص عليهم النار وكنخليهم كيطيبوا على مهلهم، كنخليهم في الطبقة العلوية حتى كيطيبوا تماما. من بعد كنهبطوهم للطبقة السفلية حتى كياخدوا اللون الذهبي. وهنايا أنا غادي نزينهم بالقليل من اللوز مهرمش، زينوا بأي حاجة متوفرة عندكم. وصافي، كان هذا هو اقتراحي لليوم، وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. كيجيو فطائر لذيذة بزاف ومقرمشة. وقليلا نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.